التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يعني في الحقيقة نحن كشبكة أورو متوسطية لحقوق الإنسان تابعنا نشأة المنتدى التونسي قبل أن يتشكل بشكل رسمي وقانوني، وذلك منذ انتفاضة سنة 2008 في الحوض المنجمي، لأنه كانت لدينا قناعة أن الدور الذي يلعبه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سيكون هام في المرحلة القادمة، وبالفعل نحن نعيش هذه المرحلة خاصة في ظل تتالي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتكاثف الإشكاليات في هذا الاتجاه. يعني في الحقيقة المنتدى التونسي يعيد إلى الساحة السياسية عديد القضايا التي تم تهميشها في ظل الصراعات السياسية الموجودة حاليا في تونس. المنتدى التونسي أعاد إحياء قضية الحوض المنجمي ويتابع فيها. المنتدى التونسي كذلك يعمل على قضية المهاجرين واللاجئين في تونس وكل الفئات الهشة المرتبطة بهذه القضية، قضية اللاجئين والمهاجرين، قضية الحراقة المفقودين، وهي قضية اجتماعية واقتصادية مؤلمة جدا، وإلى حد الآن للأسف لم يتم تحقيق تقدم في هذا الاتجاه. من أسبوعين تم تنظيم ندوة بالاشتراك كذلك مع فريدريك شباب ومع الاتحاد العام التونسي للشغل في مدينة مونستير بالاشتراك مع شبكة الأورو المتوسطية، تطرق فيها المنتدى التونسي إلى وضعية العاملات والعاملين في مجال النسيج، وهي يعني تم التعبير عليها في أحد الصحف اليومية بأنها أحد أشكال العبودية الاقتصادية الجديدة. في تقديرنا هذا الدور الذي يلعبه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو دور مهم في إعادة كما قلت للساحة هذا النقاش حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما وأنه وللأسف كل الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة لم تقدم أي مؤشرات إيجابية في اتجاه طرح بعض الحلول البديلة. لأنه في الحقيقة نحن لا نطالب بأن يتم تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعصا سحرية، ولكن هناك مؤشرات. احنا عندنا مثلا التونسي يقول من نفخته بين عشر. إذا كان تم مؤشرات فعلية في إعادة فتح الملفات الاقتصادية، في إعادة نظر في منوال التنمية، وهذا الكلام ينطبق على بقية الدول المجاورة، وهذا ولهذا هذه الندوة تأخذ صبغة مغاربية، لأنه قناعتنا أنه لم تنجح الحكومات الموجودة حاليا في طرح بدائل تنموية بالفعل تعبر على تطلعات شعوب المنطقة في توازن أكثر بين الجهات، في عدالة اجتماعية، في منوال تنمية يحترم كل ما يتعلق بالمسائل البيئية باحترام حقوق العمال والعاملات. وبالتالي فإن هذه الندوة في تقديرنا، ونحن نتشوق إلى التطلع إلى مداخلات أصدقائنا الخبراء الذين تمت دعوتهم مشكورين ومشكورات للمشاركة في هذه التظاهرة، من أجل أن يقدموا لنا تصورات للتنمية البديلة. هناك عديد التجارب في البلدان الصديقة وفي البلدان الشقيقة ساهموا من خلالها في تقديم بعض النماذج البديلة للتنمية. نعرف تجربة التمويل الأصغر بما في ذلك القروض الصغرى، بما في ذلك التأمين الأصغر، بما في ذلك يعني كل الخدمات المالية الصغرى التي تمس الفئات الهشة التي يتم إقصائها عادة من 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 من, من النظام المالي الرسمي الموجود، وبالتالي هي أحد الحلول فيها إيجابياتها لكن كذلك فيها سلبياتها. هناك التجارة العادلة وهي يعني اعتقادنا أخذت نجاح، لكن للأسف أخذت نجاح في أوروبا أكثر منها في بلدان النحل. فما هي تقييم الخبراء لهذه الآلية؟ هل يمكن أن تنطبق على مجتمعاتنا وعلى أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية؟ في كل الحالات نحن نعتقد أنه دور الخبراء من خلال العمل الذي يقوم به المجتمع المدني هو تقديم بعض التصورات، ودورنا نحن كمجتمع مدني أن نحاول الضغط، أن نحاول التعريف بهذه التصورات من أجل على الأقل إدماجها في السياسات التنموية التي تعمل عليها الحكومات الحالية في المنطقة. مرة أخرى أجدد شكرنا ودعمنا باسم الشبكة الأورو المتوسطية لحقوق الإنسان لهذا الحراك الذي يقوم به المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية، ونهنئهم بالمولود الجديد الذي هو المرصد الاجتماعي التونسي، اللي هو تجربة في تقديرنا ما زالت تنحت في بدايتها لكن مؤشراتها إيجابية للغاية، وستكون تقريبا أولى تجارب في المنطقة التي ترصد كل الانتهاكات والتجاوزات والحراك الاجتماعي في تونس. وشكرا لكم.